سيدي والله مالي علاقة، انا شو دخلني؟ انا شو فيه سيارة دفن موتى؟ ان شاء الله كل تابوت بحطوني اياه بالسيارة، بدي اقعد بحبش فيه. ونحن كمان يا سيدي ما لنا علاقة باللي موجود بالتابوت، الله وكيلك كنا طالعين على الطريق ومعنا جسد المرحوم، الله يرحمه، ابصر شو عملوا يمكن بدلوها يا سيدي. مزبوط سيدي كلام اخي مزبوط سيدي، هذا الزلمة تسلط علينا بنص الطريق، قال طالعوني معكم، والله قرعت ابوه منين ما بنعرفه، طالعنا يا سيدي قلبنا طيب، طالعنا واخذوا ابي سيدي وحطوه بالتابوت حشيش حشيش. انتوا حتلبسوا هلا انا لا ده انا وديكم في داهيه كلكم انا عايز ابو حسين حضرت الضابط انا دبلوماسي السابق حضرتك وين كنت تشتغل دبلوماسي نعم سمعت السؤال في تل ابيب باسرائيل يا اهلين بشرف ولايتك مش حتعدي على خير إجا الوقت اللي رح تدفع فيه ثمن العمالة والخيانة يا حضرة الضابط أنا مالي خبر ها؟ علي الحلال لو بعرف إنه هو عميل لإسرائيل ما خليته يحط رجله بالسيارة أخ يا عديم الوطنية يا خاين يا عيب الشوم حضرة الضابط الشغلة مو حشيش وحشيش القصة أكبر بكتير هي جاسوسية هي اختراق للأمة العربية عن طريق هيك شكلات يا سيدي اللي تشوف كيف كنت عم تتجول بالطرقات؟ مين اللي ساعدك؟ لك شو يا سيدي مين اللي ساعده؟ سيدي هذا الزلمة بساعد بلد بحالة سيدي هذا الزلمة خطير جداً جداً سيدي عميل كبير سيدي مخترق الأمة كلها يا سيدي عنده شبكة كبيرة أكبر ما بتتصور بكتير يا سيدي ديروا بالكم منه سيدي ديروا بالكم عملتوها قناة الجزيرة بتوع الحشيش أنا عايز أكلم أبو حسين فوراً فوراً وإنت بس ما تقول كلمة عادلة يا أخي أنا مش لسه كنا زي السمنة على عسل اسمع يا عميل يا خاين ها بعمري بحياتي ما عاد حط وشي بوشك ولا لساني خاطب لسانك ولولا تكون ايدي هيك مكلبشه ولكن جلقتك تشبيخ 500 اسره عربيه ستحتفل غدا بعيدين عيد الفطر المبارك وعيد اخر هو عوده المعتقلين الذين كانوا محتجزين بالسجون الاسرائيليه بعد ان قام حزب الله باسر 8 جنود اسرائيليين تسللوا عبر الحدود اللبنانيه وستتم عمليه الاستبدال في صباح الغد هن والله يا سيدي هن وهذا الرجال واقف قدامنا لك هن مين هن الأسرى الإسرائيليين اللي كمشوا حزب الله اكيد هربوا الله ينور عليك يا بسام سلموني لابو حسين انا خائن وعميل وابني كلب بس الحشيش ده برضه مش بتاعي شي غريب الفجر عم بشقشق وما في اي خبر عن نجي بيك ليكون اللي ركب معهم عملوا فيه حاجه ابو عبد الله انت مش قلت ان الطريق امان ما في طريق بالدنيا فيها امان يا ابراهيم خصوصا على الحدود اذا كانت بلادنا نفسها ما فيها امان كيف بالاحرى على الحدود بس هم يعملوا فيه ايه الله ما بيعرفوش ان احنا معنا فلوس يا نهار اسود ليكونوا خطفونا وين يطلبوا فديه عشان يفرجوا عنه عشان يعملوا هيك لازم يعرفوا انه معكم مصاري انا باكد لك انه ما حدا معه خبر بهالمعلومه يا اخ زاهر جايز تكون العربيه عطلت على السكه زي اي عربيه بتعطل ما هي لما بتنحس بتنحس يا شباب انا عرفت وين ناجي بك عطلة صار في سوء تفاهم وان شاء الله بينحل قريبا طب ايه اللي اخروا يا ابو حسين هو في حاجه الناس يلي راكب معهم طلعوا تجار مخدرات معهم 100 كيلو حشيشه 100 كيلو حشيش استغفر الله العظيم يا ربي من كل ذنب عظيم حشيش ومخدرات في رمضان ده رمضان لسه ما خلصش هي الناس دي ايه ما فيش في قلوبهم ذره ايمان واحده الله قالوا يا شيخ حسن ما تحبكهاش كده كل سنه وانت طيب وبعدين ناجي باشا ده لا مؤاخذه راجل مرزه بيقول لك حشيش يعني بيكعبل في الخير كده لا مؤاخذه طول ما هو ماشي انا رايح على المركز انتوا صلحوا العجلات والحقونا خليك معهم يا ابو عبد الله Thank you.
أنا آسف يا نجيب، اللي ما بيعرفك بيشعر. كان لازم أبو حسين يوضح لي الصورة. أرجوك ما تواخذني. أنت راجل بتأدي واجبك يا حضرة الضابط. بالعكس أنا سعيد بمعرفتك وآسف إني أزعجتك. طيب بس مشان تثبت لي إنك منك زعلان مني لازم تشرب معي كاسة شاي وتاكل كعك العيد. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. بس ها؟ شو شو مش ها؟ طلعونا لبرا وهاد الرجال اللي اجا واخذوا لناجي عطلة؟ لك شبك ناصير شبك، هلا بكون عم ياكل بدل مرتب، معلق من رجليه ويا شهدة ويا سعدة، وهون بيوجعك وهون ما بيوجعك، وعلى اخ وعلى اخ وعلى اخ. ايه سيدي، يمنا منه شبنا فيه، هلا نحن شو مشاننا؟ يعني شو راح يساوي فينا؟ سلمان، الدولة ممكن تسامح بكل شيء إلا الخيانة العظمى. وهذا الصهيوني اللعين صيد سمين، ولا تنسوا انه نحن اللي اسرناه، يعني الجماعة مو بس يمكن يسامحونا، يمكن يعملوا لنا مكافأة مرتبة. يعطيك العافية معلم. اهلا. لمين هذا الشاي فوتو؟ لحد الضابط واللي معه. قصدك هذا الزلمة اللي دخل عنده هلا. طيب هاي الكاسة الثالثة لمين؟ ما بعرف، هني طلبوا ثلاثة وأنا حفوت لهم ثلاثة. شو هالحكي هذا؟ معقول طلب كاسين شاي هذا الزلمة إجى لعنده؟ أو بجوز طلب كاسة شاي كبيرة، قام جابوا له تنتين صغار. أهم شيء حدا الضابط إنه ما حدا ياخذ خبر بالموضوع. قبل ما نستلم أسرانا ونسلمهم أسراهم. إذا حدا أخذ خبر مشكلة كبير، الأخ ناجي والشباب لازم يغادروا لبنان فوراً. طب والجماعة اللي أنا جيت معاهم دول حتقولوا لهم إيه؟ لا حنقولوا لا حنعيد، هن الكمشوا بقضية ولازم نسلمهم تيتحكموا. رح يبقوا هون وبكرة الصبح بنعرضهم على النيابة العامة. أمال فين الكحك يا عم؟ معلم معلم؟ نعم. يستر على عرضك، قرب نشوف. مأمور. لطيف، شو هالكعكات هدول؟ لمين هدول الكعكات؟ لحضرة الضابط واللي معه. لثلاثة؟ لك ايه لثلاثة. طيب سؤال، الرجال اللي كان معنا بالسيارة وكمشتوه وحطيت له الكلبشات بإيديه، شو سويتوا فيه؟ ايه ما هيدا هو اللي طالبين له الشاي والكعك. شاي؟ خش يا ولاد سلموا على الباشا. خش خش. اجيب لكم حاجة ساعة يعني؟ لا اخي ما بدنا منك شيء، الخير بده يجي منك بالناقص منه. مناقيش اجيب لكم مناقيش. لك مو هدول الاسرى اللي جابوا حزب الله؟ ايه. على شو اتفقوا بس يا بيه؟ على شو ما يتفقوا؟ اكيد حزب الله جايبينهم مشان يحقوا معهم ويورجوهم العين الحمراء ويخوفوهم ويبثوا رعب بقلبهم بهالتجربه الرهيبه اللي مروا فيها. هدول عم يضحكوا. شو قصة؟ عرفتوا شلون ضاعت قضيتنا؟ هدول بيعرفوا شلون يخترقونا، بيعرفوا شلون يعطونا بالكلام، نحن ما بنتشاطر غير على بعضنا. انا من وقت ما قال مزراحي وانا الفار بلش يلعب بلعبي.